السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم هايا. واليوم أكيد اشتقتوا للعبتنا الأزلية والأبدية Hotel Business Simulator. بدنا نشوف شو صار بالأوتيل تبعنا، كيف حنطوره، كيف حنظبطه، ولا خلص ما عبتكن نظبطه. فخلينا نظبط أوتيلنا ونعمله أوتيل محترم، ويلا نبلش. طبعا نعسان فارت نعس، ما بعرف ليش. يعني هلا قلنا السلام عليكم، الساعه 22 معي بس $190. لك اسكت ولي على قامتك على هالصوت ولي. انا نسيت انه هذا بينعس كل شوي، والله نسيت. فعلى كل حال مو هون شغلتنا، شغلتنا هلا بدنا نشوف شو عنا غرف، كيف بدنا نحاول نجمع فلوس. جاي على بالي حط شيت وحط فلوس وانفض هالأوتيل وارتاح منه، بس لا، نحن أقوى من هيك، صح؟ أوكي، عنا غرفتين وسخين 106 و108، عنا غرفة مفتوحة 208. هيا نروح ونساعد الخانم وتنظف. شوف بعدني متذكرة ما كان والله هي شبه نظيفة. أوكي، ما عندي عصائر. طيب خليها هي تنظفها، اتس اوكي. خليني اطلب طلبية عصائر، لأن الأوتيل بلا عصائر ما له طعم. الأوتيل معي قديه؟ 120، في اطلب بس 4. اتوقع كافي، بس ان شاء الله توصل الطلبية بسرعة ما يوصلوا الزباين. اوه شكله في زبون واصل قبل الطلبية. اجت الطلبية. يا هلا يا هلا، والله في هوا برا. اوكي سو جبت العصائر، راح اروح احطهم بالغرف. اوكي الغرفة 106 جاهزة تمام. شو وين كانت غرفتنا الثانية؟ 108. وين كانت غرفة 108؟ هون. اوه يعطيك العافية. اوكي 108 و106 صاروا جاهزين للعمل. اهلا وسهلا. بتقعد 3 ليالي، نجمتين وطالع، هي 3 نجوم. بعد 3 ليالي 60. ليش ما عم بحسن اعملها تشيك ان؟ لا عم بحسن، بس انا ما بعرف اصلي. اوكي هي كمان ليلة وحدة بدها تقعد. تفضلي. تعالت. لا بدي شيك بس على الغرفة رقم 208. اتوقع 208 طابق فوقاني. بدنا نشيك عليها اذا في عصير. 2 7 8. اوكي في عصير جاهزة كاملة، والله استعدوا للصوت. اوكي اهلا وسهلا، تفضل. اوكي الغرفة 207 خالصة، ما رح افتح غرف جديدة هلا، هيك كنت عم فكر بالموضوع بيني وبين حالي، وعم شوف انه افتح غرفة جديدة كتير عم تكلفني. اما اذا كان عندي اوريدي غرفة وطور فيها لحتى تصير غالية، سعرها مرتفع يعني، بيكون احسن. اكتشفت الامر. اهلا وسهلا، خلينا نعبي العصائر بين ما هي تنظف كل شيء، لانه انا ما رح نظف، ما عندي زباين، ما عندي حدا. فلهيك احاول اجيب غراض، مع انه معي السهله 400 بس. الغرفه 109 فضية. اوكي حجيب غراض كديكورات، ولا هيك ترفع لي مستوى الغرفه يكون سعره مقبول. يعني مثلا شوفوا الزرايع $30 بترفع 5 نجوم، شيء ممتاز. الفازه حقها $50 بترفع 8 نجوم. فينا نشتري مثلا فازتين وثلاث او 4 زرعات. اشتري درينكس. اوكي اوردر. هاي بدها غرفه، ما عندنا غرف نظيفه. استني شوي بس لنشوف شو صار الغرفة 107 و109. 109 لسه بدها شغل كتير، بس عم تنظفها. 207 شو بدها؟ اتوقع الشرشف، لسه ما جابته من الابو الخانم. يا بدها الشرشف. ليش ما عم تنظف الشراشة؟ معقول في عنا مشكلة بده ينام؟ الو لا شو تنام ما تنام. طيب بما انه الغرفة فاضية لساتها، هشوف اذا بزينها بتزيد. خليك والله بدي خليك ما تنام. المشكلة هي اخذة، لك ما جبت الدليفري. الو هي اخذة الشراشف، بدها تروح ناطرتها السيارة تجي تاخذها، صرت ناقص 5. حطيت الشرشف قبل ما تروحي انت؟ لا لا تكون حطيت الشرشف. لا والله ما حطيت شيء، هيدا تبقى 3 ليالي. لا 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 هيك ما رح يمشي الحال معنا. وين بدي اطلع لفوق؟ ما عاد شفت قدامي. بدك تضلك حتى ترتب. يا عمي وين هول الغرام؟ ما رح خلينا، صدقوني ما رح خلينا. بدي زبط هذا، مع انه هي بدها وقت كتير لتزبط، بس ماشي حال. عليتها للنص تقريبا، ما بدي روح الزباين علي، بس ما عم تخليني لا حط ولا شيء. لا لازم نجيب غسالة تانية. هذا اللي استنتجته، وهول الاثنين حقعدهم كيف ما كان. احنا اسفين انه الغرفة ما نظيفة، بس هذا الموجود عنا نعتذر منكم. يا بدي اشتري غسالة 200 اشتريها، لا مو طبيعي هيك الوضع. هي مستخدمة الغسالة وما شايلة الاغراض منها، طيب انا شو بعمل؟ لسه ما فينا نعمل ولا شيء بالغسالة، ان شاء الله تجي الخانم وتظبط المشكلة. بدها تاخذ الشرشف وبدها تحطه، الغرف كلياتها الغرف فاضية. لحظة عندي الغرفة 109، إذا شلت الشرشف أنا فهي بتاخذه
تاخده من تحته وبتحطه على التخت، مو اذا انا شلت الشرشه هيك المفروض. سنارة لا هي بالابو، اوكي اجت اخدته، منيح ممتاز، معناتها شغلنا ما راح على الفاضي. لازم غساله الي، غساله الها، لانه مش معقول هيك. هات الاثنين انا. اوكي خلصت اول وحده، خلصت ثاني وحده. هلا انا عندي شرشه فعلا نضاف، which is very good. حتى اذا اجى زبون كمان نحن عنا. قبل ما اعمل لك تشيك ان، ثواني خليني اطور لك الغرفه شوي. اللي هو عنده اوريدي فاز، رح نحط له زرعه، وشو بدنا نحط كمان؟ الفازه الثانيه لهون. رفعنا شوي مستوى الغرفة، جيد. بدل على الغرفة 109 شكل، 108 و107 حاليا خلصوا، معنا 265. انا حاسة انه هلا ماشيين نحن بالطريق، اوي ماشيين بالطريق الصح. هلا باقي الخانم تجي بس تنظف هيدا التزبيل كله. شو الغرفة التانية اللي خلصت؟ 108 و107، هي 107 هي 108. ناخد هاد نحط النظيف، نحط العصائر، فعملنا بنخفف عليها شغل ومنا بخفف على حالي شغل كمان. اوكي الغسالة شغالة، ممتاز ممتاز، شايفين؟ اوكي معنا 325. اوي تيبل بتعطينا 10 نقط وهي بس حقها 100. طب قدي كان يعطينا الديكور؟ 110. اه نفس الشيء، تقريبا نفس الشيء. فينا نشتري من هاللوحات نحطهم بالغرف، كل وحدة منهم بتعطي 10 بكل غرفة. انت هون واقف بوشي، ليش ما زمرت؟ تفضل يا اهلا وسهلا. 108 208 لسه ال 108 وسخه، انا بعتذر منك. يعني هي الخانم شو عم تعمل؟ اوكي قربت تنظفها مع البقيان شيء. يب يب يب، هي نظفت 108. نعد للعشرة مع بعضينا، 1 2 3 4. اوكي اقل من 10. جيجيز تفضلي. وصلت الطلبيه، 2 3 لوحات. واو لك قد صار عندنا زباين، بس ايش كون سيارتهم خضراء. اوكي حشوف شو في غرف فاضيه. 208 غرفه فاضيه، انا 208 غرفه فاضيه. حروح على ابو خد الشرشف يلي انا غسلته، ومن بعدها اطلع على الغرفه 208 يلي اعمل انه هي 7. مستحيل احفظ. تمام شمانة، شيل هاد وحط هاد. اوكي بلشينا. اتوقع الغرفة نظيفة، في عندي شي ديكورات حط لك. اه ايه صح عندي الصورة، شوف لي هالصورة هون ما احلاها. اوه عندي زرعة يا هون، في عندي شي كمان حط لك، ما عندي شي حط لك يا ديكورات خالص. السلام عليكم، تفضل. خلص تاني هاي، لحظة في عندي شي وسخ انا يمكن بتذكر. يب اوكي ممتاز، ونحطه بين ما ننام وفيه بيكون خلص. اوكي سو خلينا نشوف الغرف، كله مليان كله معبى الحمد لله، بس ما معنا كثير فلوس، فلوس ما فيش فلوس. بدي اشوف بالغرفه اللي كانت كثير غاليه عندنا، اللي هي اتوقع كانت 202، لا 101 عفوا 102. غرفة 102 اللي ساكن بقلبها بده يقعد 3 ايام، ما بعرف اذا خلصوا 3 ايام تبعه ولا لا، ما عندي فكره كيف واحد بيعرف. خلينا نشوف الريفيوز يا هدول اللي اخذوا الغرف وسخه. اه في عالم عم تتضايق انه ما في اضويه، معي 105. خلينا نشوف اذا في، حاول نضوي كل الغرف جوا وبرا. 150 للضو او 100، يعني فينا ناخذ ضو الحمام 100 وضو هذاك، عرفتوا شو قصدي؟ هلا في 50 مثلا، ضو الحمام كله ب 50، نحن مو مضوعين ولا حمام فعليا. معقول في عندنا غرفه مو مضوعه؟ بتذكر انا كل ما ظبط غرفه بضويها كامله. هذا طلع دفع لي مصاري، مين طلع؟ غرفه 102، يا الله تقول انا اهلا وسهلا فيك عرفتنا. عندي حدث ايمت بيطلع، خلينا نشوف هون. اوي اوكي ما في مشكله، قبل تعبايه مرتين، المفروض يعطونا فلوس اكثر. الحمام مقبول، رح اخذها هي، انا وفر عليها شغل، انه هي كثير بطيئه بتعرفوا هذا الشيء. هي كثير بطيئه انتم بتعرفوا هذا الشيء. بس هي المفروض هلا هي تاخذ هاد لانه هي مليانه. يب نزلت تاخذ الشرشف، عجبتني القصه انه انا حط لها الشرشف. اوكي وصلونا لثلاث قضويه، حشوف اذا بالغرفه، وين الغرفه 102؟ هي ما في ضوء، ما في ضوء بالحمام. طيب ححط له ضوء بالحمام، مع انه صراحه ما كثير بينفع لانه لحتى تصير ليفل 3 كثير مطوله هاي الغرفة. واو على السريع طلعت نظيف، عجبتيني. اوكي في غرفة هون، في ضو هون بس ما في ضو بالحمام، انا متأكدة من الموضوع. حط ضو بالحمام، طلع شو جبنا غراض، زرعة ولوحة. اوكي حطيت لها الشرشف كمان لنظيف، وحأنزل في عندي شرشف وسخ احطه. اوكي هي هي هلا بتاخده بعدين، ما مشكلي. شفتوا ما عاد عندي درينكس، والله كنت عارفة منيح لي طلبت طلبيات الدرينكس صراحة.
لو ما طلبنا طلبية لدرينكس كنا أكلنا هوا. أوكي هلأ هاي الغرفة أوريدي أنا مطورة فيها، بس عادي منطور أكتر، منحط لوحة كمان يعني نحط. أوه والله كبيرة هاي اللوحة، نحطها هون. أوه شوفوا قد ايه رفعت المستوى. أوكي خليني فوت هون، نحط لهم ضوء بالحمام بما أنه عندي ضوء. هاي ضوء، وهي أوريدي في زرعة وفي هذا. لازم نلاقي اشياء تانية، بس بحس انه عادي اذا كان في زرعتين بالغرفة للزرعات. تو ماتش. حط بعد لوحة، بدي احاول الغرفة ترتفع مستوى. هي لوحة كمان، يا الله لسه ما ارتفعت. حط بعدها، يلا. صارت 60 دولار بالليلة. قد ايه دفعت عليها انا حتى صار بس 60 دولار بالليلة؟ تفضل تفضلي. 108 و207، بس بظن لازم عندي بيت شيت انا. يب عندي بيت شيت. كيف في حدا جاي؟ تعال ننظف على السريع. معناته صارت نظيفة؟ اتوقع ايه. يب 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 يب. جينا جينا، تفضل. يا اهلا وسهلا. وي صار عنا 4 غرف فاضية، هحاول ننظفهم ونظبطهم ان شاء الله بالفيديو الجاي. كونوا جاهزين وخالصين وواكبكم تطورات إذا الله رواد. أتمنى تكون الفيديو استمتعتوا فيه، لا تنسوني من لايك وشير. بحبكم كتير وبشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.